ليس لدى الناس المزيد من القدرة على التحمل، وإذا لم نتدخل ونخفض التكاليف فقد يكون عام 2024 أسوأ أو من الأسوأ الذي تشهده البشرية منذ مئات السنين. بهذه الكلمات كانت تصريحات مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بازلي في بداية العام الجاري محذرا من كارثة نقص توريد الحبوب، ويبدو أن التوقعات أصبحت لها معطيات ونحن على أعتاب الربع الأخير من هذا العام. فلم تصبح الحرب الروسية الأوكرانية هي وحدها من المؤثرات على سوق الحبوب في العالم، ولا حتى على انهيار اتفاق توريد الحبوب، بل أن غضب الطبيعة العام القادم سيؤدي إلى هذه الكارثة. المجلس الزراعي الأوكراني صرح بأن حصة قمح الطحين قد تنخفض في عام 2024 في أوكرانيا إلى 40% من إجمالي محصول القمح في أوكرانيا على الأقل في السنوات السابقة، في السنوات القادمة اتصالا بما كان في السنوات الماضية بسبب فقط التغيرات المناخية. مما يجعلنا نتساءل، هل استعدت الأمم المتحدة عبر الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لهذه الكارثة المحتملة؟ وما الذي يمكن أن تفعله الدول النامية وهي المستوردة للحبوب الأوكرانية الروسية في ظل انهيار الاتفاق مع احتمالية قلة المعروض وارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية العام القادم؟ وكيف يستعد الاتحاد الأوروبي في مواجهة الجفاف وارتفاع الحرارة وهي المتوقعة العام القادم؟ أهلا بكم، نحن في هذا المساء وأنا تامر حنفي أحييكم. مع هذه الجولة التي أعلنت فيها وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين بغرب روسيا، حيث تم إسقاط 3 منهم فوق منطقة بلغرود مع إسقاط 4 فوق منطقة كورسك. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا عن إطلاق طلقات تحذيرية تجاه سفينة تقع في جنوب غربي البحر الأسود كانت في طريقها إلى أوكرانيا بعد اكتمال تفتيشها أكملت المسيرة. على جانب آخر، قال فلاديمير روغوف الذي عاينته روسيا في أجزاء تسيطر عليها في زابوريجيا، قال إن قوات أوكرانية تحاول اختراق الخطوط الروسية من الأجزاء الغربية من منطقة دونيتسك للتقدم إلى الساحل على بحر أزوف. سيكون معنا من موسكو الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي أس أم للأبحاث والدراسات. دكتور آصف، بعد التحية والتقدير، ما الذي يدور؟ هل كل هذه البيانات التي أتت في الفترة الزمنية الأخيرة يؤشر على جمود ما حدث في المعارك على الأرض؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدي، يبدو أن المعارك بدأت تأخذ طابع إن صح التسمية عض الأصابع، يعني بين الطرفين. نلاحظ أن أوكرانيا دائما تحاول هجوم على بعض المناطق الحدودية كما اليوم مقاطعتي كورسك وبلغرود، وتحاول يعني اختراق بعض الأماكن في الجبهة الأوكرانية. وللأسف الشديد يعني لا يوجد أي حل سلمي الآن ينهي هذا الصراع، وبالتالي تحول إلى ما يمكن نسميه شد الحبل بين الطرفين، وكل طرف يحاول كسر الطرف الآخر بما عندهم معطيات. ما تقوم به أوكرانيا من هجومات بالطائرات المسيرة إلى الداخل الروسي في الواقع أصبح شيئا معهودا، يعني وكأنه لا يحدث شيء، لأن هذه الطائرات بالأساس تأثيرها ضعيف. يعني الطائرة اليوم التي سقطت في مدينة بلغرود، يعني في شارع ياسين، حطمت يعني بين الطابق 7 و13، حطمت يعني السيراميك الخارجي الذي يغطي
تخطي البناء وفقط، لم تحدث أي أضرار أخرى. أيضا في كورسك أيضا حصل هجوم وأطلاق نار في مدينة اسمها فولفينا على ما أعتقد، في قرية اسمها فولفينا، ولكن أحدثت بعض الأضرار المادية وبعض الجرحى. الموضوع يعني أصبح وكأنه نوع من الضغط النفسي إن صح التسمية على الطرفين، لأن على أرض المعركة حتى الآن لا يوجد أي تقدم للقوات الأوكرانية، بالعكس القوات الروسية عبر الجبهة الشرقية وتحديدا عبر محور كوبيانسك تحاول التقدم، والتقدم أصبح ملحوظ يعني، وبدأت بعض الوسائل الإعلام الغربية تكتب عن ذلك، لأن القوات الروسية تحديدا من هذه المنطقة جمعت يعني في الأشهر الماضية أكثر من 100 ألف مقاتل، وكانت الغاية من جمعهم بالتحديد على هذه الجبهة هو تشتيت القوات الأوكرانية الموجودة في الجبهة الجنوبية، لأن أوكرانيا يعني كان هدفها الرئيسي هو الوصول إلى بحر آزوف عبر محوري ميليتوبول وماريوبول، وجمعت معظم قواتها في هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي أصبح الهجوم من شمال أوكرانيا أو في الجبهة الشرقية تحديدا يعني أصبح منطقيا بهذا التشتيت القوات الأوكرانية. وأصبح الحديث أيضا الآن يعني في وسائل الإعلام الأوكرانية أنه عن ضرورة إرسال بعض القوات لتعزيز الدفاعات الأوكرانية في تلك المنطقة. الحرب نعم. يعني دكتور أطف، لو تكرمت اتصالا نعم. بحديثك السابقة بعد هذا الشرح فيما يتعلق بعملية الأضرار التي بسطت منها، معنى ذلك أن أوكرانيا هي من فرضت هذا الأسلوب في الآونة الأخيرة على موسكو؟ وإن كانت نعم وهذا هو الشاهد، ما هو الهدف؟ سيدي يعني المشكلة يعني الطيارات بدون طيار، يعني قلنا ذلك قبل هذه الحلقة على أن هي سلاح ضعيف حقيقة يعني، ويعني مواجهتها في الواقع صعب جدا، رصدها صعب، يمكن اطلاقها من اماكن مختلفه، ولا يمكن يعني لا يمكن معالجه هذا الامر باي طريقه. ستستمر اوكرانيا بهذا الاسلوب، وهو اسلوب استنزاف يعني الطرف الروسي، واسلوب ابتزاز ان صح التسميه، ويمكن القول بان اوكرانيا فرضت هذا الواقع، ولكن اعتقد ان هذا الواقع لن يدوم طويلا، لان روسيا في الواقع تقوم يعني اوكرانيا تضرب ضربه واحده وروسيا يعني مقابلها تضرب مئات الضربات، وبالتالي لا يمكن المقارنة بين حجم الخسائر عند الطرفين. الخسائر دائما هي أكبر عند الطرف الأوكراني. طيب. هذه نقطة. وما هو هدف ما هو هدف الابتزاز؟ وأرجو أن تتذكر هذه النقطة الثانية. سيدي الهدف دائما يعني في المناطق، لاحظ معي في المناطق الجنوبية تحديدا في مقاطعات بلغراد وكورسك، يعني عندما يقال للإنسان، وأنا يعني أترك الحكم للسادة المشاهدين، عندما يقال للإنسان يسكن في بيته مرتاحا، يقال له اخرج من بيتك بسبب الأمن، فأنه سيخرج إلى المجهول، يعني هو لا يعرف أين سيذهب وماذا سيحل به بعد ساعات أو بعد أيام، يعني أصبح شبه مشرد في الغابات، وبالتالي هذا الموضوع يعني يترك حالة نفسية عند الناس، قد يعني من وجهة النظر الأوكرانية قد تتطور هذه الحالة لإشعار يعني إن صح التسمية الشعب الروسي بمرارة الحرب التي تعاني منها أوكرانيا، وبالتالي قد يؤدي هذا إلى يعني تطور نوع من الاحتجاج الداخلي ضد القيادة الروسية، قد يتطور في المستقبل إلى يعني إلى إلى ثورة ما أو إلى حدث ما أكبر. عظيم. وبناء عليه ما الذي دفع أوكرانيا إلى هذه الجراءة في الالتحام؟ عفوا لم أفهم السؤال. ما الذي دفع أوكرانيا إلى هذه الجراءة في الالتحام العسكري وأن تطال هذه الهجمات الأرض الروسية؟ سيدي أعتقد، لاحظ معي، أوكرانيا وفق تقديرنا يعني في القيادة الأوكرانية، سيدي هذه يجب نقطة أن ننتبه إليها، هذا تقديري الشخصي طبعا، أن أوكرانيا ابتليت بمجموعة من الحكام الفاسدين، أنا هذا تقديري، وهي يعني في الواقع تضحي بكل شيء عندها، يعني أنا أتحدث عن هذه النقطة قبل ذلك، وكتبت مقالة أيضا عن الموضوع هذا، بأن العاملين في شعب التجنيد والأطباء يتقاضون آلاف الدولارات من الناس الذين يريدون الهروب من الجندية، ويعني يتم إعداد أوراق مزورة لهم وغيرها، يعني القيادة الأوكرانية هي قيادة في الحقيقة فاسدة وطورطة في جرائم فساد عديدة، ودعي على ذلك بعد مقالتي بيومين زيلينسكي نفسه أقال جميع العاملين في شعب التجنيد، يعني ونحن مطلعين على الأمر بوضوح، وهناك كميات كبيرة سيد الكريم تسرق يعني من أوكرانيا للأسف، يعني وهذه وسائل الإعلام الأوكرانية تتحدث عنها وهي ممنوعة داخل أوكرانيا، هذه الوسائل
كميات كبيرة من المساعدات الغربية تسرق، كميات كبيرة من الأموال الأوكرانية تسرق تحت غطاء الحرب. وبالتالي أعتقد يعني أن من يتخذ القرار في أوكرانيا يعني يتخذه بشكل غير مسؤول. لو كان يريد السلام لأوكرانيا لكانوا استمروا بالمفاوضات ولم ينصتوا إلى الجانب الغربي الذي دفع بهم إلى المزيد من التصعيد ومزيد من الهجمات المعاكسة يعني تحت شعار قد تحقق أوكرانيا هدفا ما. للأسف يعني أوكرانيا لم تحصد أي شيء، لم تحصد سوى المزيد من الدمار، سوى المزيد من الخراب لأوكرانيا والمزيد من الهجرة. أوكرانيا في وضع مأساوي حقيقة. نعم دكتور، اسمح لي أن أنتقل معك إلى منطقة البحر الأسود وهذا الصدام، أو على الأقل تطبيق العملي للتهديدات الروسية باعتراض أي سفينة يشتبه بها. هل تتصور أن روسيا تضغط عسكريا على كل السفن لتحويلها حسب المراد إلى هذه البحيرة المغلقة؟ وأن بيان آخر خرج من القيادة العسكرية الروسية يقول أن هناك محاولات أوكرانية للدخول إلى منطقة بحر أزوف، ما هي الفكرة العسكرية التي تدور في عقل روسيا تجاه هذه الممرات البحرية وكيف تدافع عنها؟ وزارة الدفاع الروسية أعلنت يعني بعد التعليق للعمل باتفاق الحبوب أعلنت بوضوح على أنها ستعتبر أي سفينة تجارية تمر في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية هي سفينة معادة ستقوم بتفتيشها. اليوم يعني هذه السفينة هي تحمل علم بلاو، وجمهورية بلاوي يعني هي مرتبطة يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية بمعاهدات يعني وليست كاملة السيادة إن صح التسمية. واسم السفينة سوكرا أوكان، يعني هذه السفينة تم إيقافها وتم تفتيشها وثم يعني تركت تعبر إلى ميناء إزمائيل في على نهر الدانوب. أعتقد أن الغاي هي غاي أمنية بالدرجة الأولى، لأن ميناء أوديسا، من يعرف هذا الميناء جيدا يعرف جيدا أن هذا الميناء كان ولا يزال هو حقيقة مرتعا للفساد. البحر الأسود سيدي، حتى البحر الأسود كله كبحر هو بحر للتجارة غير المشروعة. يعني لو نظرنا إلى مولدافيا، إلى رومانيا، إلى بلغاريا، كلها ترتبط بقنوات عديدة مع البحر الأسود وهو مرتع للتهريب. يعني الطائرات، السلاح الذي كان يهرب إلى سوريا من أوكرانيا، بعض المسيرات التي ضربت القواعد العسكرية الروسية في سوريا هربت عن طريق البحر الأسود. هذا البحر يعني لأنه مطلع على العديد من الدول وحراسته يعني يبدو أنها غير ممكنة من قبل جميع الأطراف. وهذه ومنطقة القفقاز هي بحد ذاتها أيضا لو نظرنا إلى الجانب الشرقي من البحر الأسود هي منطقة التضاريس معقدة، والعلاقة بين أرمينيا وجورجيا وأذربيجان والشيشان وداغستان أيضا علاقة بين الأثنيات معقدة. هذه المناطق يعني إذا استثنينا تركيا، هذه المناطق حقيقة هي منطقة تهريب ومنطقة تجارة غير مشروعة. وبالتالي من حق روسيا أن تقول في هذه الحالة أننا نفترض أن يمر عبر هذه السفن بعض الأسلحة لأوكرانيا أو بعض المواد غير الممنوعة. فيما يتعلق ببحر آزف سيدي، أوكرانيا تحاول الوصول إلى بحر آزف عبر محور نوفاسيلسكا. هناك ثلاث أنهر من هذه المنطقة باتجاه مدينة ماريوبول، نهر مكريالي ونهر شيطانكا ونهر تاغنيتش على ما أعتقد. المشكلة بين هذه الأنهار وبين الجهة الغربية من يعني على امتداد بحيرة نوفاكاخوفكا الصناعية، هنا منطقة ما يشبه التلة، القوات الروسية متموضعة فوق هذه المنطقة ويصعب على القوات الأوكرانية اختراقها. لماذا قال فلاديمير روغوف الذي عينته روسيا مسؤولا عن بعض أجزاء من زابوريجيا هذا البيان رغم استحالته كما تقول؟ نعم، هو هذه المنطقة تحديدا سيدي، أوكرانيا تحديدا عبر هذه أودية هذه الأنهار الثلاثة تاغانيتش وشيطانكا ومكريالي أسهل العبور باتجاه مدينة ماريوبول. المحور الثاني هو محور كما قلت الموازي لبحيرة نوفاكاخوفكا لأنها منخفضة في الوسط بين هذين الواديين صح التسمية. المنطقة مرتفعة ويعني صعب اختراقها من قبل القوات الأوكرانية، وبالتالي تحاول العبور عبر هذه المناطق. هذه المناطق يعني وفق كل الأنباء التي ترد إلينا ووفق مراقبتنا لما يجري هناك تتقدم أوكرانيا قليلا ثم تتراجع ثم تتقدم. المعركة حقيقة كر وفر، اليوم تفقد منطقة معينة روسيا تأخذها غدا وبالعكس وهكذا. يعني اليوم مثلا في قرية اسمها باتجاه أريخفا
باتجاه مدينة أريخة، قرية صغيرة على سكانها 500 نسمة فقط، يعني وهي خالية من السكان، يعني تقدمت باتجاهها أوكرانيا وطوقتها يعني من الجهة الشرقية والغربية، ولكن لم تدخل إليها. يعني ها المعارك هناك حقيقة كر وفر، وتحاول أوكرانيا الوصول إلى بحر آزوف لتحقيق الهدف من محاولة أوكرانيا الوصول إلى بحر آزوف هو تحقيق هدف ملموس ما للقول أمام الرأي العالم، الرأي العام العالمي والداعمين الغربيين بأن أوكرانيا الجيش الأوكراني يعمل بشكل جيد، والأسلحة الغربية لم تقدم سدى لأوكرانيا، بل أن الجيش الأوكراني يعني غير متقاعس على العمل بها، وبالتالي استجرار المزيد من المساعدات من الجهات الغربية. شكر لك من موسكو الدكتور آصف ملح، وأنت مدير مركز جي أس أم للأبحاث والدراسات، شكرا لك على الانضمام إلينا. أعلنت سلطات جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هذه الجزيرة إلى 93 وفاة، وهي واحدة من أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وتوقعت السلطات زيادة الضحايا خلال الساعات القادمة. وأظهر مقطع فيديو متداول حاليا هذا العدد من سكان جزيرة ماوي في هاواي وهم يقفزون في المحيط الهادئ للفرار من حرائق الغابات التي دمرت المباني وصهرت السيارات. سيكون معنا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، إلى هذا الحد هذه الحرائق بحرارتها صهرت السيارات؟ بالفعل تامر، إنها كارثة إنسانية وبيئية من أكبر الكوارث الأمريكية خلال 100 عام، هكذا وصفها المسؤولون. اندلعت هذه الحرائق أو لا تزال تندلع على مدار 5 أيام منذ 8 أغسطس الجاري وحتى اليوم. أعداد الضحايا تزداد يوما بعد يوم، بدأنا في اليوم الأول بإحصاء 36 قتيلا، وها نحن اليوم نحصي 93 قتيلا، وهناك توقعات بزيادة عدد القتلى. المباني المدمرة بحسب مسؤولي المقاطعة حتى الآن، مقاطعة لهينا في جزيرة ماوي، المباني المحطمة وصلت إلى أكثر من 2000 مبنى. الخسائر الأولية تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار. نحن نتحدث عن كارثة وطنية بكل المقاييس، دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته إلى إعلان جزيرة ماوي منطقة كوارث، وتحرك الجيش الأمريكي، وتحرك أيضا تحركت قوات الحرس الوطني من أجل دعم السكان المتضررين هناك، والذين كما ذكرت أنت بالفعل لجأوا إلى الإلقاء بأنفسهم إلى المحيط هربا من النيران رغم كل ما يكتنف ذلك من مخاطر. هناك أيضا لقطات فيديو تأتي من هاواي تظهر هؤلاء السكان وهم يتحصنون بصخور حول الشاطئ أملا في البعد عن النيران المندلعة. هناك عمليات إجلاء مستمرة خارج الجزيرة تتم أحيانا بإشراف من السلطات، وأحيانا تتم بجهود فردية. بعض الناس الذين أرادوا أن يخرجوا خارج الجزيرة قادوا سياراتهم وتوجهوا إلى خارجها، ولكن كانت الطرق مغلقة بسبب سقوط بعض الأشجار على طرق، فأغلقت السلطات الطرقات وكانت هناك طوابير طويلة للخروج. اضطر البعض إلى المبيت في سياراتهم ليلا حتى يستطيعون في الصباح الخروج من الجزيرة. مطار هونولولو المطار الرئيسي في هاواي أصبح مطار ذات اتجاه واحد فقط، أي أنه لا تصل، تم إيقاف حركة الطيران إلى المطار، ولكن الطائرات كلها تخرج من المطار. هذه أيضا معروف أنها منطقة سياحية، كل السياح الذين أتوا لقضاء عطلاتهم في هذه الجزيرة قاموا بمغادرتها على الفور من خلال الطائرات في المطار الرئيسي في جزر هاواي. الكارثة بالفعل كبيرة جدا، حجم النيران رهيب، تحدث السكان المحليون عن أنها عاصفة النار، لأن النيران لم تكن فقط المشكلة في الحرائق أو حرائق الغابات، بل أنه زاد من حدتها العاصفة دورا التي كانت تهب في نفس التوقيت على جزيرة ماوي، والعاصفة قامت بدور في أنها نقلت النيران من مكان إلى آخر وجعلت النيران أوسع انتشارا. فأنت تشاهد كتل النيران وهي تتحرك في الشوارع وتنتقل من منزل إلى منزل إلى سيارة، حتى محطات الوقود التي تسببت في كوارث كبيرة كانت
النيران تتحرك وتصل إليها وتحرقها فتنفجر مسببة المزيد من الحرائق. وهنا كان سؤالي وأنت استمرته بهذا العرض يا رامي مستمرة. نعم أعذرني عن المقاطعة، هنا كان سؤالي قبل هذا الحديث عن هذه العاصفة التي ساعدت على انتشار النيران بهذا الشكل، معنى ذلك أنه لا اتهامات بمحاولات تقصير أو بتقصير عن غير قصد في محاولة احتواء أولية لهذه الحرائق نتيجة لهذا السبب الذي قدمته؟ في الحقيقة هناك اتهامات بالتقصير، لكنها لا تتعلق بالتأكيد بالحريق في حد ذاته، لأن حرائق الغابات كما نعلم تحدث بشكل عشوائي وليس هناك قدرة على التنبؤ بها. يمكن التنبؤ بالعاصفة، والجميع كان يعلم أن العاصفة ستهب وستأتي على هذه المنطقة، وهناك نظام للتحذير من العواصف موجود في كل الولايات الأمريكية، لكن حرائق الغابات لا يستطيع أي نظام التنبؤ بها. ولكن التقصير هنا والذي ألقته سيناتور ولاية هاواي ماتسي هورونو، قالت إنه لن تتعذر بأي أعذار لأنه كان هناك نظام إنذار عام يتم تشغيله في وقت الكارثة، لكن هذا الإنذار لم يعمل. إنذار عبارة عن صفارات إنذار تدوي في كل مكان تنبه المواطنين إلى أن هناك شيئا ما يحدث، أيضا إنذار يأتي على محطات الراديو ويأتي على أجهزة الهواتف المحمولة من خلال رسائل تحذير لا يمكن تجاهلها، لكن هذا لم يحدث. تعطل نظام الإنذار في الكارثة، مما أدى بالفعل إلى زيادة الخسائر وزيادة الضحايا، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا أدت إلى أن عمليات الإنقاذ لم تكن تجري بالشكل المأمول، وهي أنه بسبب الحرائق أيضا دمرت البنية التحتية لخطوط الهاتف، ولذلك كان من الصعب على الناس أن يقوموا بطلب الطوارئ، مما أدى إلى أن الناس بدأوا يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، مما عرضهم بالفعل لمزيد من الخطر. بالفعل هناك نوع من التقصير في بعض الجوانب، لكن في نفس الوقت سنرى أيضا أن الإدارة الأمريكية تحركت بسرعة ولكن بعد حدوث الكارثة بالطبع، وبدأت في توجيه قوات الحرس الوطني وقوات الجيش الأمريكي للتحرك إلى جزر هاواي، وبدأت بالفعل في الانخراط في عمليات مساعدة المتضررين وكذلك في عمليات إزالة الأنقاض ومحاولة انتشال الناجين، وربما هذا هو السبب الرئيسي في زيادة أعداد الضحايا. عمليات التنقيب عن الجثث تحت الأنقاض تتم ببطء نظرا لأن هناك مخاوف من أن تنهار هذه الأنقاض على من يعتقد أنهم ربما يكونوا لا يزالوا أحياء تحتها، ولكن مع المزيد من إزالة الأنقاض يتم اكتشاف المزيد من الجثث، ولذلك نجد أن هناك ارتفاعا لأعداد الضحايا يوما بعد يوم حتى وصلنا إلى هذا الرقم الكبير. إذن يا رامي المسعى الحقيقي للإدارة الأمريكية الآن هو عملية الإجلاء والإنقاذ أم محاولة الإطفاء، أم أن هذه الفكرة قد عفى عليها الوقت؟ لا تزال محاولات الإطفاء بالفعل جارية، تمت السيطرة على 3 حرائق رئيسية، وعمليات الإجلاء ربما الآن هي الحل الأفضل. يتم إجلاء سكان هذه المقاطعة في جزيرة ماوي إلى الجزر الأخرى في هاواي، تم إجلاء الآلاف حتى الآن. هناك من أجلوا أنفسهم بأنفسهم، هناك بعض سكان جزر هاواي لديهم بعض المنازل أو الأقارب في البر الرئيسي في الولايات المتحدة، وقاموا بالسفر والعودة مرة أخرى للبر الرئيسي في الولايات المتحدة، ولكن الهم الأول الآن هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن استطاعوا أن ينجوا من عاصفة النار التي اندلعت في جزيرة ماوي في هاواي. شكر لك من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة، إذ كنت معنا من هناك. شكر لك يا رامي.
في شأن أمريكي آخر، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن لديه دليلا قاطعا على تزوير انتخابات عام 2020، متهما النظام الأمريكي الحالي كله بالكذب والخلل بحسب ما نشر على منصة تروث سوشيال المملوكة لدونالد ترامب. وأضاف ترامب بأن الادعاء العام الأمريكي غير مهتم بالعدالة ويتجاهل أدلة تزوير لهذه الانتخابات، لكن الرئيس الأمريكي السابق يواجه تهما جنائية في تحقيق اتحادي لمحاولته إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في عام 2020 مع البقاء في الحكم. من كاليفورنيا سيكون معنا دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. دكتور أهلا بك. هذا التوالي لهذه الأنباء ضد دونالد ترامب من ضمن أهدافها الإدانة أم إحداث الشقة بينه وبين مريديه؟ لا، هو طبعا يعني ما تقوم به الحكومة الأمريكية الآن من وجهة نظر ترامب هي محاولة لتكسير الحزب الجمهوري وعدم قدرته على أن يقدم مرشحا يعني في تماسك وفي ترابط وراه. طبعا ترامب بيحاول ان هو ياخد برضو كل المحاكمات على انها اداة لدعم برضو ترشيحه، بمعنى ان هو في كل مرة بيتعرض للإدانة بيحاول يقول للأمريكيين او للجمهوريين او للمؤيدين له شوفوا بايدن والحكومة الأمريكية بتعمل فيها ايه. طبعا ترامب يواجه موقف حساس للغاية. اولا هو عنده يعني قضايا يعني تعد انها جنائية، يعني فيها يعني طبقا لآراء قانونيين امريكيين يعني اصدروا تقرير قانوني مفصل اطلعت عليه بان هو طبقا للمادة 14 من الدستور الامريكي بيتهم ترامب بان هو عطل نقل السلطة، ودي نقطة مهمة. ترامب بيرجع الى نص المادة الاولى من الدستور الامريكي بان هو عنده حرية التعبير، فهل حرية التعبير مرتبطة بأنه كان يعلم بأنه فقد الانتخابات وخسر الانتخابات وبالتالي ليس هناك حرية تعبير فأن يشككوا في الانتخابات بأنها زورت وما زال يؤكد على أنها زورت وسرقت وأنه يملك من الأدلة ما يمكن أن يقدمها لتأكيد وجهة نظره؟ وطبعا هو المحامين عنده قدموا أدلة كتير ودخلوا في قضايا كتير وكانت كلها قضايا خاسرة وبالتالي لم يحقق نجاح. هو بيحاول يقلب المشهد الانتخابي الآن إلى سيرك سياسي، وده حتى القاضية الفيدرالية في واشنطن دي سي يعني حذرت المحامين عنده وأعلنت ترامب التحذير بأنه لا يأخذ هذه المحاكمة بأنها دعاية وإعلان عن. اشرح لي بمزيد من التفاصيل دكتور أشرف، ما هو المقصود بالسيرك السياسي وما هي ملامحه؟ يعني المقصود بالسيرك السياسي بأنه بيحاول إن هو يعني عارف حضرتك أنت أمام القاضي سواء كان المحامي عندك أو محامي الخصم كل يقدم كل ما لديه من أدلة أو مقدمات لأنها تكون تأكيد لصحة وجهة كل ناظر، ولكن في النهاية هو القاضي سيحكم بناء على التوثيق ورأي طبعا المحلفين. بطريقة أخرى ترامب بيحاول إن هو يمدد من الإطالة في العمليات القانونية أو القضائية لمزيد من الوقت. الهدف الأساسي لترامب الآن هو ان هو لا يمنع وان تظل الاجراءات القضائيه او القانونيه التي تحاصره لا تمنعه من الترشيح، وعنده امل كبير انه ينجح في الانتخابات وبالتالي يعفي نفسه بنفسه. طب وهل يعني مسار التقاضي دكتور اشرف يسمح له بهذه الاطاله او استغلال الوقت؟ ده سؤال مهم للغايه. انا في تصوري ان في يعني الجانبين الان ترامب بالمحامين وبوزارة العدل وجاك سميث الاثنين بيجروا أمام نقطة معينة، يعني كان في سرعة من جاك سميث بأن هو يرغب في الانتهاء من هذه المحاكمات
في وقت لا يزيد عن يناير القادم، بينما أكثر الناس رؤية يروا أنها في مارس القادم. أنا في ظني أن الأمور التي تسير الآن يسعى ترامب كل ما لديه من تعطيل أو إنهاك أو فتح فجوات قانونية وقضائية لإطالة هذه المعارك القانونية حتى يتم له ما أراد، وهو أن يكتمل أو أن يدخل في سباق الترشيح. على فكرة الدستور الأمريكي لم يمنع مرشح متهم، بل وإن سجن له الحق أن يكمل الانتخابات، وهذا يعني بعد مهم جدا بالنسبة لترامب في الموضوع. بس ترامب مطمن لحاجة مهمة جدا، إنه سواء يعني بيكمل ولو خسر، يعني بعد كل هذه المعارك وكل هذه الفجوات، هو متأكد بأنه كرئيس سابق سيحظى بعفو رئاسي من أي رئيس قادم سواء كان ديمقراطي أو جمهوري. وبالتالي فكرة السيرك السياسي اللي بيدير ترامب، يعني بيديره بكل ما يملك من أدوات سابقة، كأنه واقع وكان له ويعلم كيف يخاطب الميديا ويعلم كيف يخاطب الأمريكيين المتعاطفين معه بوجهات النظر عقائدية أو دينية، له شعبية لا ننكر هذا. ولكن أرغب في إعادة طرح السؤال الذي بدأت به هذا اللقاء معك دكتور أشرف، هو إحداث الشقة بين ترامب وبين مؤيديه ومريديه. هناك بعض البيانات تقول أن ثمة ضجر من هذا الظهور المتشنج للرجل وأخباره. هل تتصور أن هذه الأخبار وتواليها وتنوعها، خاصة وأن CNN خرجت بتقرير قالت فيه أن دونالد ترامب تدخل لصالح نفسه في إحدى الولايات لتغيير النتيجة، لماذا كل هذا التكثيف من الأخبار السلبية تجاهه؟ طبعا دي الاستراتيجية اللي بتحاول الإدارة الأمريكية أو الحزب الديمقراطي، يعني إذا فصلت بين الإدارة الأمريكية وبين الحزب الديمقراطي، ما ننكرش أن الحزب الديمقراطي له تواصل مع الإعلام سواء كان بالنسبة لنيويورك تايمز، واشنطن بوست، CNN. يعني ما زالت القناة الوحيدة التي تدافع عن قضايا ترامب هي فوكس نيوز. في رغبة في إظهار ترامب بأنه خالف الدستور أمام الشعب الأمريكي، ليس أمام الحزب الجمهوري ولكن أمام الشعب الأمريكي. هل هو ممكن يكسب الانتخابات أمام كل هذه التحديات؟ أنا في ظني أنها من الصعوبة بمكان، يعني إذا حطينا الشعب الأمريكي جمهوري وديمقراطي، وفي بعض الجمهوريين يمكن نجحت الأدوات الإعلامية الأخيرة أو الحروب الإعلامية الأخيرة في أن تعجز أو تقلل من شعبية ترامب. يعني ترامب عنده 54% بين الجمهوريين ولكن ليس بين الشعب الأمريكي. وبالتالي أنا في ظني أن الفرقة ديت من قراءتي للواقع، وأنا هنا في كاليفورنيا، أنها نجحت في أنها تقلل من شعبية ترامب، تظهر ترامب أنه خارج القانون، تظهر ترامب أنه حاول أن يغير الانتخابات. وطبعا ترامب بيحاول دلوقتي على المدعية العامة في جورجيا القضية القادمة، لأنه بدأ يجهزوا المحكمة هناك، وبيتهمها بأنها لها علاقة مع كل عصابات المافيا وما شابه ذلك. يعني في حالة من الهجوم المتبادل، ولكن ترامب لا، فقد كثيرا في ظل هذه الحرب التي أظن أنها مترابطة ومتماسكة، وهو للأسف أعطى أدوات لهذه العملية، يعني إثبات أن هو لم يغير في هذا نتيجة الانتخابات في جورجيا. لا، حصل في اتصال بينه وبين طبعا حاكم ولاية جورجيا لتغيير الانتخابات. هل كانوا بيحاول في أريزونا؟ حاول في أريزونا. المدعي العام يعني بيحاول يجيب كل الأدلة التي تثبت لهذا. يعني آخر حاجة برضو من الحاجات اللي كانت ملفتة للنظر، إن هم خلوا إيلون ماسك اللي هي تويتر اللي هي إكس الآن يدفع $350,000 غرامة، باعتبار إن هم كانوا عايزين يجيبوا التويتس، التغريدات اللي كتبها ترامب. طب ما التغريدات نشرت بالفعل؟ لا، هم وصلوا إلى فكرة الدرافت اللي هي الحاجات اللي كانت بتتكتب وما نشرهاش. فبالتالي تويتر أو إكس ما زالوا يحتفظوا بهذه التسجيلات أو الوقائع.
يعني العملية يعني أفتكر إن احنا داخلين على حياة سياسية يعني لم أراها في الولايات المتحدة منذ 20 عاما، ولم تحدث في التاريخ الأمريكي أن نصل إلى هذا الأمر، أن يكون هذا الصراع صراع بهذه الشدة وبهذه الحدة. وبناء عليه دكتور أشرف، مفهوم المظلومية التي يمارسها دونالد ترامب، هل تتصور أنها قد تساعده؟ هتساعده بين محبيه اللي هم مش كثر أيضا، يعني إذا كنا بنتكلم على أن حوالي مثلا 20-25% اللي هم ترو بيليفرز بالنسبة لترامب، لأنهم كلهم خانوك هي ريتشارد، يعني المحامي العام الأول للولايات المتحدة بار مش معاه، مايك بينس مش معاه، يعني الجمهوريين كمان بيطعنوا فيه زي ديسانتس حاكم فلوريدا. يعني في نوع من التهكم والنظر إلى أن ترامب يعني يجب البعد عنه، يعني في تصور على أنه أصبح يضر بالحزب الجمهوري أكثر مما ينفع الحزب الجمهوري. أنا أفتكر أن المؤشرات الأخيرة هتحدد، أفتكر ديسانتس هيكون هو المرشح الأرغب والأفضل للحزب الجمهوري وليس الرئيس دونالد ترامب، ولكن يظل ترامب ظاهرة ترامبية بكل ما فيها من معاني، والأيام القادمة هتدينا تصورات، لأن هذا الرجل برضو امتلك أسرار للولايات المتحدة الأمريكية، عنده معلومات خطيرة بيحاول يهدد بها كما بيقول الدولة العميقة اللي هي تشمل مجتمع الاستخبارات الأمريكية وآلية وإدارة الحكم في واشنطن دي سي. هو ظاهرة. طب هل تتصور دكتور أشرف أن هذه المعلومات التي يستند إليها ويلوح بإفشائها من وقت إلى آخر هي ما تكثف هذا الشكل من الهجوم عليه؟ هل هذا الطرح في الأساس موجود ضمن التحليلات التي تدينه؟ موجود، وهو الخوف، يعني الخوف اللي هي عملية توازن الرعب اللي هي بين ترامب وبين مؤسسات إدارة الدولة الأمريكية، ما لديه من معلومات، هل ممكن في الرخصة الأخيرة أو اختيار شمشون الأخير ممكن أن يهدم المعبد، وهو يعني شخصية بيشعر بذاته وبكيانه ويكون يعني سنون، يعني أو الذي هرب بمعلومات إلى روسيا وكان يعمل في وكالة الأمن القومي، هل دونالد ترامب سيستطيع أن يكشف ويهدد بمعلومات الخطيرة امتلكها عن آلية الحكم وآلية إدارة السياسة الخارجية الأمريكية؟ ترامب صداع كبير جدا في إدارة الحكم في واشنطن، هل سيخضعون له ويرتحون له الفرصة بأن يكمل هذه الانتخابات؟ نحن أمام سيناريوهات مفتوحة ولكن كلها مؤلمة لمفهوم الديمقراطية الأمريكية، مؤلمة لأن الطرفين كل منهم يزج بأنه يحاول أن يقتل خصمه ويكسر خصمه قبل أن يدخل في معركة نزيهة. صورة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات ستكون، يعني أنا في ظني أنها سلبية ببقاء ترامب بكل ما يملكه من دعاية، وكونه يملك ثروة مالية قادر على الإنفاق، يعني في أيوة امبارح دفع $20,000 للطعام للجمهوريين الموجودين في المكان الاحتفالي الذي كان يحتفل بهم، وبعض الناس بتتهمه بأن هو بياخد التبرعات، وله تبرعات كثيرة تأتي له في إطار دفع فلوس المحامين الذين دفعون عنه. الظاهرة الترامبية يعني ستدفع إلى أننا ننظر إلى تحليل المشهد الديمقراطي في الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، وأنا أفتكر أن الاستراتيجيين السياسيين في الحزب الشعب في حزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي يعني زي ما بيقولوا كده إيديهم على قلوبهم بما يملكه ترامب من معلومات، وماذا سيفعل ترامب إذا ما بدأ يستشعر بأن الأمر يضيق عليه يوما بعد يوم، وهو يضيق بالفعل، ولكن أنا في تصوري أنهم أمام توازن الرعب من الطرفين. نعم. كمان كل من منهم يملك سلاحا نوويا ضد الآخر. شكرا لك من كاليفورنيا الدكتور أشرف سينجر، وأنت خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية، شكرا لك على هذه المشاركة. أجرى وفد يضم علماء الدين الإسلامي في نيجيريا
أجروا محادثات مع زعماء المجلس الانتقالي في النيجر، وقال الوفد إن هناك انفتاحا لحل الأزمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس عبر حلول سلمية. كانت إيكواس قد أعلنت عن تفعيل قوة عسكرية احتياطية بعد أسبوعين من عزل محمد بازوم عن السلطة، لكن وفد أبوجا الذي زار نيامي سعى إلى تفادي تلك المواجهة عبر الحوار والطرق السلمية. في سياق آخر، وصل وفد عسكري من النيجر إلى غينيا لطلب الدعم لمواجهة التحديات المستقبلية العسكرية، واستقبل الرئيس الغيني الكولونيل مامادي دومبويا في كوناكري الوفد النيجيري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو. سينضم إلينا هاتفيا من نيامي السيد عمر الأنصاري، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري. سيد الفاضل، بعد التحية والتقدير، لماذا اختارت نيجيريا واختارت الإكواس علماء المسلمين لزيارة نيامي في هذا التوقيت؟ ما الذي يمكن أن يقدموه؟ أولا، علماء المسلمين الذين جاءوا إلى نيامي هم يعني نجحت وسطاتهم، لأنهم كأنها مبادرة تطوعية منهم. إذا رجعنا إلى الخلف نرى أن هناك بيان لعلماء نيجيريا ضد التدخل العسكري في النيجر، فهم قدموا للنيجر والانقلابيون خدمة قبل أن يأتوا إليهم، فجاءوهم كمبادرة تطوعية منهم للصلح بين الطرفين أكثر من أنهم مبعوثين من الإكواس، فلذلك قبلت وساطتهم واستقبلهم رئيس الوزراء بحفاوة، وكذلك استقبلهم قادة الانقلاب. تقصد قبلت الوساطة من نيامي؟ لا، أول يعني قبلت أرضية التفاوض، كانوا من قبل لا يستقبلون الوفود أصلا، فالآن هناك حسب تصريحات يعني حصلنا عليها من بعض أعضاء الوفد بأن هناك أرضية للتفاوض، وسوف ينقلون تقريرهم إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية كالرئيس الدوري لمجموعة الإكواس، ثم بعد ذلك يعني الآن بدأوا في التفاوض، ثم بعد ذلك يأتي قرار الإكواس حسب ما حصل عليه العلماء. لم يصرحوا بتفاصيل ما صرحت لهم به قادة الانقلاب إلى الآن. القاعدة الإفريقية في هذه الحالات أنه لا فرصة للعودة مرة أخرى، بمعنى أدق أنه لن يتم الإفراج عن محمد بازوم إذا استندنا في هذا التحليل إلى التجارب الإفريقية السابقة العسكرية في هذا الأمر. إذا ما هي الحلول المتاحة القادمة أمام حالة التفاوض وتأجيل فرص التدخل العسكري أمام الإكواس؟ كثيرا من المراقبين كما تفضلتم يرون أن لا خطوة إلى الوراء من ناحية قرار الانقلابيون، وإنما هناك أمامه يعني يرى المراقبون أن هناك ربما التفاوض يفرج على مرحلة انتقالية يتم فيها انتخاب، إذا لم تكن تمد بيضا كالعادة يكون فيها انتخاب رئيس شرعي يمثل الجمهورية. نعم، وبناء عليه سيد عمر، كل هذه الحلول هي الحلول المعدة سلفا لكل هذه النماذج، إذا هي محاولة لإقرار الوضع ولكن بصيغة تفاهمية تحفظ حقوق الأطراف المعنية أو المجاورة أو ذات المصالح مع النيجر؟ صحيح، هذا هو التحليل، أن هو خطة توافقية يعني بحفظ الحقوق وحفظ ما الوجه كذلك لجميع الأطراف، بأن تكون هناك خطة يعني لحفظ حقوق، وكذلك الدول التي ترى أنها لا تتعامل، التي لديها مصالح وترى أنها لا تتعامل مع الانقلابيون بصيغة غير رسمية، وهذه الأمور لابد من يعني من هيكلة الأمور حتى ترجع الأمور إلى مجاريها. وهل تتصور أن مساحة التأثير والقوة والهيمنة التي حصل عليها الإكواس في محاولات تدخل أخرى هي أيضا لم تؤتي بثمارها المرجوة، هل معنى ذلك أنه سيعود بالسلب على الإكواس وبالتبعية سيلقي باللائمة عليها في علاقات ما مع الدول الغربية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها تطبق ما تريده هذه الدول؟ ربما بالنسبة للشارع النيجيري وكذلك المالي والبوركيني قبله يتهم إكواس بأنها تابعة لجهات غربية كما تفضلتم،
وكذلك الآن عندنا أيضا بعد ما تم الانقلاب كذلك يتهم بعض الشارع النيجري هذه يلقي هذه التهم على الإكواز، ولكن الإكواز أيضا لها مجراها ربما يتفهمها الآخرون. هناك من يتفهمهم بأنهم يريدون الحفاظ على الأنظمة الدستورية، ولأنه إذا لم تكن هناك مقاومة للانقلابات ربما تنتقل العدوى إلى دول أخرى، وهذه الأمور يتفهمها يعني الكثير. فإذا ما الظاهر الإكواز في خط وسط بين الإرادة وبين الواقعية التي تنجر إليه الأمور. نعم سيد الأنصاري، معنى ذلك أن أو هذا متاح من ضمن الطروحات، هل تتصور أن العلاقة السلبية بين النيجر وبين إكواس قد تتحول إلى علاقة سلبية بين النيجر ونيجيريا في مرحلة متقدمة إن استتب الوضع الحالي؟ لا، صعب أن تتحول إلى علاقة سلبية بين النيجر ونيجيريا، لأن النيجر ونيجيريا شقيقتان منزل قدم يعني بينهما حدود طويل، وبينهما كذلك قبائل واحدة، قبائل متكونة من عدة يعني نفس القبائل. هذه القبائل وهذا الامتداد سيد الأنصاري هي ما منع سرعة التدخل العسكري. نعم. في هذه الفترة، ولكن انقطاع الكهرباء ومعاقبة الشعب النيجيري، كل هذه ألا ترى أنها قد تؤثر سلبا على العلاقة بين الطرفين؟ لم أكمل الجواب الأول، لأن القبائل لأن الشعوب ستبقى مهما كانت الأنظمة، الأنظمة تتراجع وتنتقل من انقلاب إلى انقلاب ومن رئيس إلى رئيس، أما الشعوب ستبقى علاقاتها وتبقى أواصرها. فهذا الأمر يعني إذا تعنت أحد الرؤساء أو تعنت أحد الأنظمة على أن يبعد أحد الأشقاء عن بعض، فربما يكون هذا يعني وبالا عليه، والأشقاء يبقون أشقاء. شاكر لك من نيامي السيد عمر الأنصاري، وأنت عضو المكتب السياسي لحزب التجديد الديمقراطي والجمهورية. سنخرج إلى هذه الهدنة لنعود بالسؤال عن ماذا يدور في سوق الغذاء العالمي نتيجة للحرائق التي ضربت عددا من المحاصيل الزراعية، ناهيك عما يحدث في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. سوق القمح في خطر، هذا هو العنوان الذي بشر به ضمن هذه السلسلة الرصيدة للتغيرات المناخية العالمية. على ما يبدو أن دول العالم في انتظار زيادة كبيرة لأسعار القمح في عام 2024، لكن هذه المرة تلك الزيادة لا دخل لدى الحرب الدائرة منذ أقل من عامين بين روسيا وبين أوكرانيا فيها، وإنما بسبب التغيرات المناخية التي قلصت حصة إنتاج أوكرانيا من القمح بنسبة 30% مقارنة بالسنوات السابقة وفق مراقبين. اتصالاً، هذا الانخفاض سيدفع أوكرانيا لمضاعفة سعر القمح وبالتالي إلى زيادة السعر العالمي للقمح، وذلك بعدما أعلن المجلس الزراعي الأوكراني في تقرير له قال فيه إن هناك مشكلة رئيسية في الحصاد الجديد لمحصول القمح الأوكراني هذا العام، وهو تدني الجودة بسبب الظروف الجوية، ومحذرا أيضا من تأثير ذلك على إمدادات الحبوب الغذائية إلى جميع أنحاء العالم. وقعت الحرب فارتفعت أسعار القمح لأعلى مستوى لها في 9 سنوات، وتعرض الخبز لهزة عنيفة باعتباره المكون الحيوي والأساسي في أغلب دول العالم، لا سيما وأن الأمر يتعلق بأول وخامس مصدر القمح في العالم روسيا وأوكرانيا. لكن ثمة زيادة كبيرة لأسعار القمح الأوكراني ينتظرها العالم في العام المقبل. هذه المرة ليس للحرب دخل فيها، وإنما بسبب الظروف الجوية تواجه كييف مشكلة تدني جودة القمح في الحصاد الجديد، إذ يحتوي القمح على نسبة من البروتين، وهو ما يعني أن حصة قمح الطحين قد تنخفض هذا العام إلى 40% من إجمالي محصول القمح مقارنة مع 70% في السنوات السابقة
بسبب سوء الأحوال الجوية، لتتفاقم معها المشكلات المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمية في الفترة المقبلة. المجلس الزراعي الأوكراني أكد في بيان له أن أوكرانيا قد حصدت 12 مليونا و500 ألف طن من القمح حتى 4 أغسطس الجاري، ويتوقع المراقبون أن ترفع أوكرانيا أسعار القمح للضعف في العام المقبل، وذلك بسبب انخفاض حصة إنتاجها من قمح الطحين المصدرة لدول العالم. ومع تواصل الهجمات العسكرية لروسيا على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، قدر صندوق النقد الدولي أن خروج موسكو من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية من 10% إلى 15%، لتضاف للزيادة التي سببتها التغيرات المناخية للقمح الأوكراني. في الوقت الذي توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع الصادرات الأوكرانية للقمح إلى 10.5 مليون طن خلال الموسم 2023-2024 من 16 مليون و800 ألف طن في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو الماضي، في ظل توقعات اختلفت أسبابها، فزيادة حتمية لا مفر لأسعار القمح في العام المقبل. فما الذي ينتظر الدول الفقيرة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها؟ سيكون معنا للتعليق من كييف البروفيسور إيغور بروكوفسكي، رئيس معهد البحوث الاقتصادية والاستشارات السياسية، وسينضم إلينا أيضا من باريس الدكتورة شادن دياب الباحثة الدولية في علم المناخ والبيئة، وسيكون معنا من موسكو الدكتور رامي القليوبي أستاذ في كلية الاستشراق. أبدأ مع باريس الدكتورة شادن، إلى أي مدى دكتور من خلال الرصد العلمي أثر التغير المناخي على المحاصيل ولماذا الآن؟ مساء الخير. نعم، التغير المناخي نرى أن آثاره تبدو واضحة الآن وتهدد ما يسمى بالأمن الغذائي، وذلك بأن اختلاف درجات الحرارة السريعة يعني تضر بالمحاصيل وتتلفها أيضا بسبب الفيضانات، بسبب اختلافات ما يسمى من ارتفاع مثلا مرحلة الجفاف المتكررة على المحاصيل. وبالتالي مثلا إذا ذكرنا على موضوع القمح، هو من أكثر المحاصيل الزراعية حساسية لاختلاف درجات الحرارة، وبالتالي هو المتضرر الأول الذي نراه، لأن هناك طلب عالمي عليه، وبالتالي أيضا نوع التربة وجودتها لم تعد بنفس الشيء كما كان قبل يعني السنين التي لم يكن هناك ظواهر آثار مناخية، وبالتالي كل ذلك يؤثر على جودة المحاصيل وبالتالي على ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية. نعم، كييف البروفيسور إيغور بروكوفسكي رئيس معهد البحوث الاقتصادية والاستشارات السياسية، سيدي أيهما أكثر فتكا وتأثيرا على المحاصيل الزراعية في تقييمك، هل التغيرات المناخية أم ما يدور بين روسيا وأوكرانيا؟ حسنا، أن التغير المناخي له تبعات كبيرة على كيفية الحصاد والزراعة، وكما نعلم أن الكثير من المزارعين الأوكرانيين قاموا بتغيير أساليبهم الزراعية للتكيف مع التغيرات المناخية، وعندما يتعلق الأمر بالحرب الأمر يتعلق بحجم الإنتاج والإنتاج المستقبلي وكذلك في الإمداد وسلاسل الإمداد، وأوكرانيا تحاول أن تكون ناجحة في إنتاج المزيد من المحاصيل برغم الكثير من تدهور حالة الأراضي الزراعية. فمن المتوقع أن في هذا العام فإن السوق سوف تنتج أوكرانيا 6.7 مليون طن من القمح، ولكن في العام الماضي كانت الحجم أكبر، ولكن نحاول بكل جهدنا الحفاظ على نفس مستوى وحجم الإنتاج برغم الحرب وبرغم التغيرات المناخية،
ونحن نهتم بالمستهلكين، ونحن في حالة وفي حاجة إلى تغيير الأساليب اللوجستية بسبب الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. طيب سيدي، لماذا، وأبقى معك بروفيسور إيغور، لماذا أثر المناخ على المحصول الأوكراني ولم يؤثر على المحصول الروسي؟ حسناً، أنا كما ذكرت بالطبع التغير المناخي يتطلب تغيير أساليب وتكنيكات الزراعة. على سبيل المثال في الوقت الراهن نحن نستخدم أساليب مختلفة تماماً من الحبوب لتتكيف مع التغيرات المناخية وطبيعة الأرض والتربة، وأن تكون لها خصائص مختلفة وأن تكون قادرة بشكل أكبر على تحمل التغيرات المناخية. وفي نفس الوقت أيضا بالطبع هذا الأمر يتعلق بالأسمدة التي نستخدمها في الوقت الراهن التي تساعد التربة على إنتاج وزراعة المحاصيل بمختلف أنواعها، وأيضا مكافحة الضغط المناخي والبيئي. وأيضا فيما يتعلق بالبيئة نحن نتفهم تماما أن هناك تغيرات بيئية تتطلب تغيرات في أساليب الإنتاج والزراعة، وبالطبع المعايير الخاصة بالإنتاج تتغير في السوق العالمي، وبالتالي نحن في حاجة إلى التكيف مع التغيرات. دكتور رامي القليوبي، أستاذ في كلية الاستشراق من موسكو، هل من إعلان شبيه خرج من المجلس المماثل المجلس الزراعي الأوكراني يقول أن انخفاض الجودة تسببت فيه الحرارة، هل اشتكت روسيا من ذات الأمر؟ في الواقع خلينا ننظر إلى الخريطة وسنرى أن روسيا تقع أكثر شمالا من أوكرانيا، فبالتالي هي أقل تضررا بل قد تكون مستفيدة من الاحتباس الحراري، لأن مثلاً إذا نظرنا إلى أوكرانيا فهي تقع إلى الخطوط الأرضية الأكثر جنوباً مقارنة مع روسيا، فبالتالي الاحتباس الحراري يبدأ يؤثر سلباً على زراعتها. لكن في المقابل في الحالة الروسية هذا قد يأتي ببعض الفوائد، لأن أكثر من 60% من أراضي روسيا تقع ضمن منطقة التربة الصقعية غير الصالحة للعيش والزراعة، ولكن عندما يحدث احتباس حراري فهذا يجعل هذه المناطق أكثر صلحا للعيش، وكذلك تصبح البحار الشمالية أكثر صلحا للملاحة، فبالتالي هذا قد تستفيد منه روسيا أو لا تتضرر على الأقل، وهذا يساعد روسيا في العام الحالي في جني محصول قياسي جديد من المنتجات الزراعية لن يغطي فقط احتياجاتها الداخلية، وإنما أيضا سيكون هناك فائض للتصدير ومزاحمة المنتجات الزراعية الأوكرانية في بعض الأسواق بعد انسحاب من روسيا من صفقة الحبوب. وهل لروسيا الحرية في أن تصدر ما تشاء من حبوب؟ روسيا لها كامل الحرية في تصدير الحبوب طالما تحقق لنفسها اكتفاء ذاتيا، ولكن أوكرانيا تسعى لعرقلة ذلك عبر شن هجمات في البحر الأسود وتحديدا في ميناء أو في محيط ميناء نوفوروسيسك الذي يعد عصبا هاما للملاحة التجارية الروسية. لكن مثلا إذا نظرنا إلى دول الشرق الأوسط أو أفريقيا، فمثلا دولة مثل مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم هي تجري بواسطة الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصات لشراء القمح، ويتم شراء القمح لاعتبارات تجارية أي التناسب بين السعر والجودة وليس لاعتبارات سياسية. كذلك الحال مع الدول الأفريقية التي تسعى روسيا لإغرائها الحبوب منخفضة التكاليف بل المجانية حتى وفق ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الروسية الأفريقية التي انعقدت في سان بطرسبورغ في نهاية يوليو الماضي. دكتور شادن دياب، أنت الباحثة الدولية في علم المناخ والبيئة، سيدتي ما هو الحل إذن؟
ما هو الحل؟ الاستراتيجية في الزراعة قد طرحت يعني منذ سنوات كبيرة في التفكير في ما يسمى خلق أدوات للتكيف مع التغير الحراري، وبالتالي وقد أشير قبل ذلك من الزميل من كييف بأن هناك تغيير في نوع البذور أو في آليات الزراعة، وأحياناً وهذه هي طريقة أيضاً للتكيف مع تغيرات المناخ. وأيضاً الزميل من روسيا تكلم أن أحياناً تكون هي إيجابية لبعض المناطق التي هي وتحدث يعني مفاجآت سارة بزيادة المحاصيل، وبالتالي هنا يجب التكيف التأقلم مع ذلك. إذا كان هناك آثار على الزراعة وخيمة يجب أن نفكر قبل ذلك بوضع استراتيجية طريقة أخرى للتقليل من مخاطر الآثار الزراعية. ولكن المشكلة اليوم يعني المشكلة اليوم أن المحصول هل ستتزاد يعني الأسعار، هل سوف يكون لها تأثير على مشكلة على البلدان النامية التي تعاني من أيضا من الأزمات والصراعات؟ هل يجب اليوم أن نفكر بأننا في موضوع التغير المناخي يعني على أبواب 2030 سوف يكون هناك أكثر من 250 مليون لاجئ مناخي و1.5 مليار في عام 2050 لاجئ مناخي؟ الموضوع ليس بهذه السهولة. الاضطرابات السياسية للأسف تعرقل كل ذلك، تؤثر على الأكثر ضعفا، ولذلك يجب أن نفكر بأننا اليوم في مرحلة معينة ستتزايد الآثار وستكون بشكل كبير بسبب الصراعات، فمستقبل البشرية للأسف مهدد، والأمن الغذائي مهدد للطبقات الأكثر ضعفا والبلدان الأكثر هشاشة. ف يعني المشكلة ليست بالسهلة للتكيف مع كل هذه العوامل. دكتور، هل لك أن تقدمي لي ما الفارق في المناخ الآن ما بين هذا العام وما سبقه من عام، حتى نعقد المقارنة ونرصد شكل التأثير على المحاصيل الزراعية كما أعلنت أوكرانيا؟ إذا رأينا مثلا من ناحية القارة الأوروبية، القارة الأوروبية هي من أكثر القارات التي يعني تتأثر بارتفاع درجات الحرارة يعني الغليان الحراري. سأخذ مع مصطلح الذي قيل قبل أسبوع من المفوضية للأمم المتحدة أننا اليوم نذكر في مرحلة حرجة، وبالتالي القارة الأوروبية يعني ترتفع درجات حرارتها أكثر من القارات الأخرى والأكثر تعرضا بتقريبا مرتين، وهذا يؤثر بشكل مباشر على المحاصيل وعلى الزراعات. إذا نظرنا أيضا إلى ما يحصل على القارة الأفريقية وعلى أيضا حوض البحر الأبيض المتوسط، ارتفاع درجات الحرارة وأيضا الجفاف والحرائق، كل ذلك يؤثر بشكل كبير على جودة المحاصيل وعلى الزراعة. وهذا هي عبارة عن أننا ذكرنا مثلا في أن ذلك سوف يكون في مشارف على العام 2030، والآن نحن في مشارف 2040، فهناك الآثار تتسارع بشكل كبير جدا، نراها إنها ملحوظة ما يحصل الآن من فيضانات ومن حرائق وارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة، يعني تكون غير في حوض البحر الأبيض المتوسط، هو شيء ملموس، فذلك يؤثر بشكل كبير على كل دورة المياه وعلى المحاصيل وعلى الزراعة. دكتور شادن، حتى أجنبك الحديث عن أمر السياسة، سؤالي: هل العام الماضي أو على الأقل العام الحالي حدث هذا التطور الطارئ عن العام الماضي حتى يتحول المحصول إلى محصول منخفض الجودة؟ هل درجات الحرارة ارتفعت فجأة من العام الماضي إلى العام الحالي؟ سؤالي السياسي، وأنت معفاة من الإجابة عليه، هل تتصوري أن هناك ثمة سياسة في هذه الصياغة؟ اختاري الإجابة التي تفيد موقعك الحالي.
اليوم إذا رأينا أن أي شيء مثلا هو له في الحياة، حتى في فيزياء المادة، هناك يعني عوامل مركبة. هذه العوامل كذا تكلمنا عن الزراعة، تؤثر عليها موضوع المياه. يعني المياه هناك حصل جفاف هذا العام. أيضا هناك مشكلة في ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي المحصول يكون أيضا عنده حساسية، وجودة التربة. يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى ساهمت في ذلك، فإذا وبالتالي المحصول يكون أقل جودة، لأنه يخضع أيضا إلى ضغوط معينة من الناحية المناخية، من الناحية اللوجستيكية، من الناحية أيضا من ناحية الطاقة، لأننا أيضا لا ننسى أن هذا العام أيضا هو كان من أصعب يعني الأعوام من ناحية الطاقة، والاعتماد على يعني الصراع الموجود للأسف على ونأمل أن ينتهي سريعا، لأننا سنواجه صراع أكبر قريبا، وأظن أننا يعني يجب أن نواجهه سويا، وإلا سوف يعني نواجه مصير مشابه. نعم، بروفيسور إيغور بوراكوفسكي، رئيس معهد البحوث الاقتصادية والاستشارات والسياسات، هل من ملمح سياسي ترصده فيما أعلن من قبل الجهة الزراعية أو المجلس الزراعي الأوكراني الذي أعلن عن انخفاض الجودة، أم أن الأمر في إطاره العام يظل في إطار التغير المناخي؟ حسنا، في الوقت الراهن من الصعب جدا أن نذكر ما هي المستويات من الحد أو الانخفاض في كمية الإنتاج، ولكن من الخبرات الأوكرانية هناك كثير من المشكلات بسبب الحرب. المزارعين الأوكرانيين لم يحصلوا على التمويل الكافي، وكانت هناك بعض المشكلات في سلاسل الإمداد الخاصة بالأسمدة، فبالتالي هناك كثير من التوجه بسبب والانخفاض في الإنتاج بسبب التغير المناخي، لا سيما في المناخ الزراعي، لأن الأمر يتعلق بهذه التغيرات وهذه التبعات. في نفس الوقت هناك الكثير من الإشكاليات بسبب إمداد الصادرات الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، لأن المشاركة والحصة الأوكرانية كانت تصل من خلال النقل البحري. اليوم كما ذكرت، كما طرحت من قبل، لسوء الحظ هذا الخيار تم إغلاقه نهائيا أمام أوكرانيا، حيث روسيا قامت بشن عدوانها ضد أوكرانيا في العام الماضي. والأمر لا يتعلق فقط بالإمداد اللوجستي، ولكن في الوقت الراهن نحن نعاني من الخسائر في المخزون وفي أماكن التخزين، وخسائر في الأرواح بسبب نقص الموارد الأوكرانية، أيضا تأثر بشكل كبير، وهذه الحرب عملت على الحد من الصادرات الأوكرانية. وفي نفس الوقت أيضا هناك محاولات، ونفعل قصارى جهدنا لمنع أوكرانيا من خسارة ثروتها الزراعية وقدراتها الزراعية. وفي الظروف العادية أوكرانيا مستعدة لإنتاج حوالي 100 مليون طن من الأقماح والحبوب، وتصدير حوالي 70 مليون طن من الحبوب. في هذا العام نحن نتوقع أن نصدر فقط 48 مليون طن من الحبوب بسبب العدائيات العسكرية. دكتور رامي القليوبي، هل تتصور أن كل هذه المشاهدات قادرة على الضغط على روسيا مرة أخرى من أجل العودة إلى اتفاقية تصدير الحبوب التي جمدتها؟ في الواقع روسيا قد أكدت مرارا في الأسابيع الأخيرة على موقفها، ومفاده أنها مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب، ولكن بشرط مراعاة مصالحها في شق الصفقة الخاص بحقوق روسيا. وقد حددت مجموعة من الشروط في مقدماتها: إعادة فتح الأسواق العالمية أمام الحبوب والأسمدة الروسية، وإعادة توصيل مصرف روسي الخاص بنك الزراعي الروسي لمنظومة سويفت العالمية للتحويلات. هناك لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد يعقد خلال الأسابيع المقبلة، وسيتناول هذه القضية، وسيترأس
الأمن الغذائي جدول أعمال اللقاءات، ولكن في الوقت نفسه من الصعب على الغرب القبول بتحقيق الشروط الروسية، لأنها ستعني تخفيفا للعقوبات المفروضة على روسيا. صحيح أن العقوبات الغربية لا تنطبق بشكل صريح على الحبوب والأسمدة الروسية، ولكن الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تحظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية، وبطبيعة الحال لا يمكن تصدير الحبوب من دون نقلها. بروفيسور إيغور بروكوفسكي، إلى أي مدى روسيا قادرة على أن تعود مرة أخرى، وأن كل هذه الأمور المرتبطة بانخفاض التوريد، باحتجاز المحاصيل، باستهداف هذه المحاصيل، ملمح السياسة في ذلك؟ إلى أي مدى قادرة روسيا على أن تخاطب الرأي العام بأنها هي التي تسمح ولا تعطر كما يتم الترويج لذلك غربيا؟ من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما يحدث داخل روسيا. من وجهة نظري الشخصية كانت هناك كثير من التداعيات في البداية بسبب الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، ولكن في حقيقة الأمر نحن رأينا بالفعل الموقف الراهن، حيث أن روسيا انسحبت من صفقة الحبوب. بعد ذلك وبضغط من المجتمع الدولي قامت روسيا بالعودة إلى صفقة الحبوب. أعتقد أن نفس الموقف يمكن أن يحدث الآن كما حدث سابقا، سواء أخذ مدة زمنية قدرها شهرا أو أكثر. أعتقد أنه لا يوجد أي احتمال آخر أمام روسيا إلا العودة إلى صفقة الحبوب. وبالطبع روسيا سوف تحاول قصارى جهدها أن تحصل على المفاوضات والتسويات السياسية والحصول على الكثير من المنافع والعوائد من هذا القرار إذا ما كان هذا الأمر ممكنا وفقا للظروف الراهنة. ففي الوقت الحالي صفقة الحبوب لا تتعلق فقط بالاقتصاد، ولكن روسيا تستخدمها كآلة سياسية. بروفيسور، الاتحاد للحبوب الأوكراني المعروف اختصارا باسم UGA قال هذا الشهر إن أوكرانيا تستطيع أن تحصد تقريبا حوالي 20.2 مليون طن من القمح هذا العام، بمعنى أن هذا الرقم يعادل ما تم حصاده في أوكرانيا العام السابق. هل تتصور أن من يحتاج إلى القمح سينظر إلى الجودة أم الكمية أم التدفق؟ الأزمة أين؟ لدينا سوق معتاد للحبوب والأقمح، وأوكرانيا من ضمن أكبر المنتجين للحبوب والقمح في العالم. فبالتالي أعتقد عندما نتحدث بشأن القمح، عندما نتناول منطقة غرب أوروبا والدول الآسيوية على سبيل المثال الصين، نحن نصدر بعض الأقمح إلى مصر أيضا وبعض الدول الأخرى. فالسبب الرئيسي هو الحاجات، هناك حاجة عالمية كبيرة للقمح الأوكراني، ولكن نتحدث هنا عن حجم الإنتاج. بعض المواقف التي تؤثر وبعض المشكلات تؤثر على كيفية إنتاج القمح، والمشكلات الأخرى كيف يمكن حصاد المنتج من القمح، وبالتالي يأتي بعد ذلك مشكلة نقل هذه المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى السوق العالمي. دكتور شادن، ما هي المخاوف التي تسعى إليها أو تسعى إلى تجنبها الأمم المتحدة؟ لأن أوروبا مثلا تتحدث أنها لديها الكفاية من أقماح الأعلاف، ولكنها تواجه أزمة فيما يتعلق بقمح الطحين. إذا كانت روسيا أو عفوا إذا كانت أوروبا تعاني، والولايات المتحدة تعاني، والدول الكبرى تعاني، هل هناك خطوات قادمة قادرين هذه الدول أو قادرة هذه المنظمات على اتخاذها من أجل إنقاذ الدول التي تعاني كالدول الإفريقية؟ سؤال ليس بالسهل أن نجيب عليه في الوضع الراهن، لأننا إذا يعني كما تفضلت وذكرت المشكلة هي الآن هي أن بيتنا يحترق، فبالتالي نريد أن نطفئ النيران في البيت، ثم يمكن أن نقوم أيضا يجب مساعدة الآخرين، لأن النيران يمكن أن تطلني حتى لو كنت قادرة على إطفاء نيران بيتي.
المشكلة يعني إذا رسمنا سيناريو للمستقبل، سيناريو ليس جميلا، ونقول بأننا ظهرنا ودخلنا في أوروبا استطاعت إنقاذ نفسها، وأوكرانيا روسيا وما إلى ذلك، ودخلنا في مرحلة غلاء أسعار ومجاعة عالمية للبلاد الأكثر هشاشة، سوف نرى كما حصل في عام 2011 تقريبا، كان في ذلك الوقت مجاعة في الصومال، في وأيضا هناك تدفق الآلاف المهاجرين إلى المخيمات، وما حصل في دارفور لا يوجد فقط موضوع هنا نزوح موضوع حرب، ولكن أيضا مجاعات، لأننا لا يوجد طعام، جفاف، ماذا نفعل؟ سنركب البحر ونذهب لنخاطر، ميت ميت يعني. فالمشكلة اللجوء المناخي سنراه اليوم، نرى ما يعني هناك من يحاول الفرار من الحرب، لكن في المستقبل سنرى الخطر القادم والتسونامي، هو موضوع اللجوء المناخي لمليارين من في عام 2050. ولكن إذا يعني مثل ما تفضلت تفاقم الموضوع من ناحية الاحتباس الحراري، كما ذكرنا أن إذا قلنا أن موضوع القمح هو تسارع بشكل كبير، المجاعة ستتسارع، والجوع لا يعرف حدود، وستكون هناك عواقب وخيمة، فالحرب إذا بدأت هنا ستنتهي بشكل مخيف. فهل نريد هذا السيناريو المخيف؟ أم أننا سوف نقول البقاء لي والآخرون يذهبون إلى الجحيم؟ دكتور رامي القليوبي، هل تتصور أن روسيا قادرة على استغلال هذه المساحة التي تركت فيما يتعلق بالعلاقة بين الدول المتقدمة والغرب؟ بمعنى أن روسيا قادرة على أن تستثمر ما حاولت بناؤه في سان بطرسبرغ في القمة الروسية الإفريقية؟ بالتأكيد روسيا تسعى لتنويع اقتصادها وعلاقاتها الاقتصادية الخارجية عبر إقامة شراكات مع الدول الآسيوية والعربية والأفريقية وبلدان أمريكا اللاتينية وأي الدول التي لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا. ولكن في الوقت نفسه هذه الدول لن تشكل بديلا فوريا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأنها ما إذا نظرنا إلى هذه الدول فهذه الدول باستثناء الصين حصصها في الاقتصاد العالمي ليست كبيرة، فمثلا مجموع الدول الأفريقية حصتها في الاقتصاد العالمي تبلغ نحو 3% فقط، ما يعني أنه لا يمكن لها أن تكون بديلا لأوروبا. كذلك في الحالة الهندية، الهند هي تستوعب كميات كبيرة من النفط الروسي الذي تم حظره في السوق الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه الهند تسدد قيمة هذه الإمدادات بالروبيا الهندية. وفي التجارة العالمية الدول لا تتسلم نقودا في حقائب، وإنما يتم إيداعها في حسابات المراسلة في الدولة المصدرة للعملة، والآن هذه العوائد النفطية بالروبيا غير موجودة في الداخل الروسي وغير قادرة على دعم سعر صرف الروبل الذي الآن تراجع بشكل كبير وأصبح الدولار يلامس عتبة 100 روبل. فبالتالي هذه الشراكات كلها هي تعوض خسائر روسيا ولكن جزئيا فقط. نعم بروفيسور إيغور بوراكوفسكي، بذكر الهند من ضيفنا الدكتور رامي القليوبي من موسكو، ذكر الهند في معرض حديثه الحرارة ترتفع في أوكرانيا كما ترتفع في الهند، الهند من الدول المصنفة في إنتاج القمح، معنى ذلك أن الإنتاج العالمي قابل لأن يتضرر أم أن هذه رواية سياسية؟ واعذرني على أنني أدور حول هذه النقطة. نعم
أعتقد أن الحرارة ازدادت وتؤثر على كافة البلاد حول العالم، وهذه الحالة لابد أن نفرق ما بين التغيرات الفيزيائية المادية مثل التغيرات المناخية، وفيما يتعلق أيضا لابد أن نتعاون بشكل كبير مع كافة الدول، ليس فقط لمنع الأضرار ولكن لبطء التغير المناخي والتغير في درجة الحرارة. في نفس الوقت بالطبع عندما يتعلق الأمر بالسوق العالمي، نحن لدينا قدرة تنافسية كبيرة لأننا نبيع حبوبنا في الأسواق الأمريكية، ونحن نتنافس مع نيوزيلندا ونتنافس مع أستراليا، وأيضا لنا منافسة كبيرة مع الهند. ولكن مرة أخرى نحن في حاجة إلى زيادة حجم الإنتاج ومواجهة ومجابهة التداعيات التغير المناخي للحد من الخسارات الاقتصادية. دكتور شادن في باريس، دكتور شادن دياب، وأنت الباحثة الدولية في علم المناخ والبيئة، هل تتصوري أن كل هذه الإجراءات بحساب الزمن، الإجراءات الاحترازية إما باستبدال الحبوب المزروعة بحبوب تلائم التطور المناخي الحاصل، هل تتصوري أن المعدل الزمني قادر على أن ينفذ فيحدث هذا الفارق في الخلل الحادث حاليا فيما يتعلق بالكمية والجودة من المواد الأساسية الغذائية؟ إذا نريد أن نقول أننا يجب أن نعتقد أننا قادرين، وإذا لم يكن ذلك فلا فائدة أيضا من الوقت اليوم. ولكن المشكلة هو يجب العمل على أكثر من منطقة. يجب أولا العمل على تقليل مثلا والالتزام بالمعاهدات الدولية لتخفيف أثر الاحتباس الحراري والانتقال نحو طاقة نظيفة. هذا الأمر في الوقت الحاضر صعب بسبب ما يحصل، وكلنا نعرف أن هناك مشكلة عالمية من ناحية الطاقة. الأمر الآخر يجب العمل على التكيف وأيضا القيام بمشاريع سهلة التطبيق، لأن المشاريع الطويلة تأخذ وقت كبير جدا. هناك نظرة لأننا يعني تغيير آلات التمويل لأيضا الذهاب والعون والمساندة مع البلدان المجاورة والأكثر ضعفا وهشاشة في من ناحية التغير المناخي. الآن يطلق في أوروبا وفي البنوك الأوروبية وفي يعني تفكير لماذا لا نوقف الديون ونقوم بدعم هذه الدول النامية لكي تستطيع وأيضا حتى إيقاف هذه الديون في وجه أن نقوم بالعمل على تطوير استراتيجية تنموية. هذا الأمر جاد نطالب به لتقليل الضغوط على الدول الأكثر تضررا، وبالتالي لا يوجد يعني محو القروض بهذه الدول، وبالتالي ستقوم بالاستثمار في مشاريع لإمدادها بالطاقة للتكيف مع الزراعة، ولكن يجب العمل بسرعة. فنقوم بالتفكير بأدوات سهلة للزراعة بدائية ولكن سهلة العمل، مثل استخدام حبوب طرق ري أخرى. يمكن أيضا أن نقوم باستبدال بعض المواد، ولكن هذا يجب التعاون الدولي والتعاون مع الخبراء ونقل التكنولوجيا، وهذا ولكن يجب وضعه بشكل سريع. دكتور شادن، كيف يتم ذلك والدول الصناعية الكبرى ترفض أو تتلكأ في دفع التزاماتها المالية تجاه بعض من الدول المتضررة؟ كيف تتجه إلى هذا المنحى وتعفي الدول المديونة من ديونها؟ هذا ما يعني طلبنا به في هذا الصيف في القمة التي حصلت في باريس، والتي طلبنا فيها أن يكون اليوم بعز هذه الأزمة ولتقليل من الآثار الكبيرة التي تعاني منها الأكثر ضعفا الدول النامية ودول القرن الأفريقي ودول الأفريقية، بأن نقوم بتزويدها بآلات تمويل سريعة، وضع العمل، استثمارات أيضا كبيرة لإمدادها بالتكنولوجيا الزراعية التي والاستراتيجية على هذا الأرض. وهناك ليس فقط تفكير ولكن رغبة كبيرة جدا
من الاتحاد الأوروبي ومن البنوك المسؤولة على ذلك ومن يعني ومن مسؤولين وضع ذلك لأن لتفادي السيناريو الذي يلوح به الآن قبل بذكرت من ناحية الهجرة المناخية زيادة الصراعات. إذا كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع في أسعار الخبز، سوف تكون هناك ثورات، يعني الثورة الفرنسية كانت ثورة خبز، ويكون صراعات، وبالتالي لا يجب علينا الآن أن نقوم بسرعة إلى مد اليد العون والوقوف جانبا إلى جانب، لأننا لا نريد أن أطفالنا كانوا في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في روسيا ولا في أوكرانيا أن يتضوروا جوعا وهم يتضوروا من الحرب. ذلك أمر مهم نفكر به ونعمل عليه بشكل جاد. نعم. البروفيسور إيغور بوراكوفسكي، إلى أي مدى تظن أن هذا الطرح الذي تقدم به الدكتورة تشادين دياب قابل للتحقيق في ظل هذه الظروف السياسية، وأنها تنأى عن الطموحات والعلاقات الشخصية والمواءمات السياسية بين الدول وبعضها؟ حسنا، أعتقد أن هذا الأمر لا يتعلق بالمنحة الاقتصادي، ولكن من وجهة نظري هذا الأمر أيضا مشكلة إنسانية في المقام الأول. بالطبع نحن في حاجة إلى التعاون مع الدول النامية، نحن في حاجة إلى مساعدتهم. كيف يمكن إعادة هيكلة هذه العلاقات؟ في البداية نحن نتحدث عن خفض أزمة الديون للدول الأفريقية التي تستخدم الكثير من الأموال عن طريق القروض، وأيضا هناك كثير من السبل التي يمكن الانتفاع من هذه الأموال والتعهدات المالية لأغراض إنتاجية. ثانيا، نحن في حاجة إلى التكنولوجيا اللازمة لدعم قطاع الزراعة وزيادة حجم الإنتاج في الاقتصاد بشكل عام والإنتاج الزراعي والقدرة الزراعية أيضا في تلك الدول. وأيضا ثالثا، من وجهة نظري بالطبع أعتقد أن المساعدات الغذائية في غاية الأهمية، ولكن نحن في حاجة إلى تحرير المزيد المخططات الشاملة للإمداد بالدعم الغذائي، وكيف يمكن استخدام آليات المنظمات الدولية والبنى التحتية المختلفة والآليات الخاصة بدعم هذه الدول من خلال الدول المتطورة من على منصات التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف. أعتقد حان الوقت الآن لتعزيز التعاون. الأمر لا يتعلق فقط بالدعم الاقتصادي، ولكن هناك كثير من التوقعات لابد أن نتفهم أنه في الوقت الراهن نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب والأطراف، لابد من حل كافة المشكلات حتى لا يتأثر العالم بها. فأي مشكلة داخل أي دولة ربما تكون أزمة عالمية، فبالتالي لابد أن تكون هذه هي الأسس التي تكون إرشادا وأساسا لتعزيز التعاون مع الدول الهشة والأكثر حاجة. من كييف شاكر لك البروفيسور إيغور بوراكوفسكي، رئيس معهد البحوث الاقتصادية والاستشارات والسياسات. كما أشكر من باريس الدكتورة شادن دياب، وأنت الباحثة الدولية في علم المناخ والبيئة، وأشكر أيضا من موسكو الدكتور رامي القليوبي، وأنت أستاذ في كلية الاستشراق. شكرا لكم على قبول الدعوة. إذن سننتقل إلى محور آخر، إلى موضوع آخر قد لا يخرج كثيرا عما يدور من خلط ولأي كثير في العالم، ما أطلقت عليه أوروبا بمفهوم القبول الإجباري للاجئين. أوروبا تحاول أن توزع المسؤولية على بعضها البعض، على بولندا الآن أن تنصاع إلى هذه التوصية الأوروبية بأن يتوزع اللاجئ على كل الدول، ليس على الدول المتقدمة ولكن تشمل رومانيا وبولندا وهذه الدول. الغريب أن رئيس الوزراء البولندي طرح هذا الأمر للاستفتاء. الأغرب أن من تابع هذا الأمر قال أن الرجل يستخدم هذا الملف الذي جاء إليه من الاتحاد الأوروبي لأغراض انتخابية. ما هي الحقيقة؟ سنعود بعد قليل.
أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي طرح استفتاء على مواطنيه لسؤالهم عما إذا كانوا يؤيدون قبول الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من الشرق الأوسط ومن إفريقيا في إطار آلية القبول الإجباري التي تفرضها أوروبا وتعارضها بولندا والمجر. استفتاء من المقرر أن يجرى في 15 من أكتوبر القادم، وهو اليوم نفسه الذي ستنظم فيه الانتخابات البرلمانية البولندية، مما زاد من الاتهامات المحلية الموجهة إلى رئيس الوزراء وإلى حزبه الحاكم باستخدام ملف الهجرة كورقة انتخابية. وما هو التكتيك نفسه الذي ساعده على تولي السلطة أو هو التكتيك نفسه الذي ساعده على تولي السلطة في عام 2015؟ سيكون معنا من لندن السيد علي استحكام وهو الباحث في شؤون الهجرة، ومن باريس السيد كارزان حميد الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك من لندن سيد استحكام، لماذا تسعى أوروبا إلى فرض هذه الفكرة الإجبارية على دول البعض يقول أنها تحاول أن تخفف الوطأة نتيجة لتوجه الهجرة إلى دول دون غيرها؟ الفكرة ما هو أصلها؟ نعم، كل الشكر والتقدير لقناتكم الكريمة زميلي العزيز ولحضرتك أيضا. طبعا الأساس في هذا الموضوع حقيقة هو يعني يجب أن نبدأ بكل تفاصيل الموضوع وبنقاطه المهمة والأساسية. حقيقة توجد بعض الدول مثل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر بما يسمى الخاصرة الأضعف في موضوع الهجرة الغير الشرعية ومكافحة مافيات التهريب. بكل أمانة أنا لا أستغرب موقف دولة مثل بولندا تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، لأنه بولندا بكل أمانة يعني تعاني من مشاكل اقتصادية. إضافة إلى ذلك يعني إذا رجعنا إلى أساس الموضوع فنجد أنه بولندا لها مشاكل حدودية مع جارتها البيلاروسية، بالتالي إذا نظرنا للموضوع بشكل معمق حقيقة نرى بأنه بولندا أحد الأسباب اللي تؤدي بها لاتخاذ مثل هكذا قرار هو لنقل النزاع مع جارتها البيلاروسية. مسألة أخرى أود أن أشير إليها أخي الكريم، يعني عوضا عن التعويل على دولة مثل بولندا في استقبال المهاجرين او طالبي اللجوء، يجب ان يعني يتم حل المشكله بشكل جذري، ويجب ان تكون هنالك دول اخرى في الاتحاد الاوروبي تقع على عاتقها بامانه مسؤوليه اخلاقيه قانونيه انسانيه تجاه هذه الازمه الحقيقيه التي تفرض نفسها على ارض الواقع. يعني لنأخذ مثلا فرنسا مثالا، يعني فرنسا مثلا دولة تعتبر من كبرى الدول الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، لم تستقبل خلال 15 سنة الأخيرة لم تصل أعداد اللاجئين الذين تم استقبالهم إلى 1000 لاجئ. بالوقت نفسه ترى أنه دولة مثل بريطانيا استقبلت في السنتين ونصف الأخيرة تقريبا 60,000 لاجئ، كلهم كانوا عابرين يعني من الكاليه. فبالتالي هذه مسؤوليه تقع على دوله مثل فرنسا مثلا من كبار الدول اقتصاديا في اوروبا، عوضا عن انه يتم التعويل على دوله مثل بولندا. بالتالي اعتقد انه دوله مثل بولندا ان تم مثلا اغراءها او دعمها حقيقه بمساعدات مالية كونها تعاني من مشاكل اقتصادية، أعتقد بأن الموضوع سيصبح مقبول أكثر بالنسبة للجانب البولندي لاستقبال المهاجرين أو طالبي اللجوء. من باريس سيد كارزان حميد، هل تتصور أن أوروبا تتخبط في وسائل علاج هذه الأزمة الملحة وهي أزمة الهجرة غير الشرعية؟ مساء الخير سيد عمر لك ولضيفك الكريم. بداية الأمر أود أن أوضح نقطة معينة زميلي في لندن تحدث عنها عن فرنسا. فرنسا سنويا تستقبل ما يقارب بين 20 إلى 25 ألف أو توافق على ملف 20 إلى 25 ألف طالبي لجوء في فرنسية، بعضهم
من البلدان الأوروبية أخرى قادمون إليها. صحيح الرقم مقارنة بالطلبات التي تدرسها ما يقارب 25% من مجموع الكلي للملفات، لكن سنويا تستقبل بين 20 إلى 25، وفي عام 2022 استقبل ما يقارب 15% أكثر مقارنة بالعام ما سبقه. بالنسبة لسؤالك أستاذ تامر، الاتحاد الأوروبي الآن يعيش في أزمة أوروبية شبه عالمية للتدفق اللاجئين. منذ 2015 عندما قررت ألمانيا فتح الأبواب أمام اللاجئين، أصبحت اللاجئين ودخول اللاجئين وعبورها إلى الوسط الأوروبي بحيث بدون أي هدف معين لأي دولة، أصبحت تعاني من تضخم هذه الأعداد بشكل لم تتوقعها في السابق. ما يجري الآن حول بولندا أستاذ العزيز، هو تستخدم هذه الورقة، ورقة الاستفتاء، للتهرب من عدة مشاكل أو عدة مصادمات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي. أحد أسبابها إنما نعلم أن بولندا تحكمها نظام يميني متطرف غير مستعد للتقبل قرارات الاتحاد الأوروبي كما يطبق على فرنسا وعلى ألمانيا وعلى الدول الأخرى. هذه النقطة واحدة. النقطة الثانية، الإعلام الأوروبي بالنسبة للاجئين إعلام تقريبا نقول 50% محايدة لهذه القضية، لكن بأخذ النظر أو بأخذ الاعتبار كيفية معالجة هذه الملفات وكيفية اندماجهم في المجتمعات الأوروبية، نعلم جيدا أن كثير من المهاجرين يعانون من التهميش، يعانون من رفض المجتمع الجديد الذي هم يعيشون فيها. لهذه أوروبا بحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم استقبال اللاجئين أو مفهوم اندماج اللاجئين داخل مجتمعاتها لكي تستفيد منهم. سيد علي استحكام، هذا الطرح الذي تفضل به سيد كرزان حميد، مفهوم استقبال اللاجئين أو إدماج اللاجئين، ألا تعتبر أنها من وسائل أو من مفاهيم الرفاهية اتصالا بهذه الأزمة التي تحاول أوروبا أن تصدرها إما باتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات جمعية مع الدول التي تأتي منها هذه الهجرة؟ وأضيف على هذا السؤال سؤال، لماذا بدت إفريقيا حاضرة وبقوة في مسلسل اللاجئين؟ بوركينا فاسو ومالي ودول غرب إفريقيا أصبحت دول يتم الحديث بأنها، كانت قديم يتم الحديث عن دول المعبر كليبيا ودول المشاطئة الإفريقية للبحر المتوسط، الآن يتم الحديث عن المنبع وانفكاك العلاقة السياسية القديمة بين الدول الأوروبية وهذه الدول. ألا تتصور أن هذه الأزمة خرجت من يد أوروبا؟ نعم، نقطة في غاية الأهمية، وتسمح لي حضرتك أن أذكر بعض المسائل المهمة. أولاً، أوروبا يعني لا يمكن القول بأنه الأمور خرجت عن السيطرة أو عن سيطرة أوروبا، بل لا، يجب أن نقول وبكل حزم أن أوروبا تعد العنصر الأساسي في حل هذه المشكلة الإنسانية. أستاذي الكريم، يعني إذا تكلمنا عن أفريقيا يعني بشكل إنساني حقيقة، إذا نتكلم عن موضوع الهجرة يعني إلى أوروبا من الدول الأفريقية أو من أي دول أخرى، يعني أفريقيا من الدول، يعني الدول الأفريقية حقيقة تعاني من مشاكل اقتصادية بحتة، من وجود فساد مالي وإداري. يعني عندما نرى بأن هناك الكثير من حالات الغرق وحالات الفقدان التي نشهدها يوميا حقيقة بحسب الأرقام الأخيرة والتقارير الأخيرة، فيعني قيام هؤلاء المهاجرين على الركوب ما يسمى بقوارب الموت للوصول إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم، ومع علمهم بوجود مثل هذه المخاطر، يعني أعتقد أنه بسبب هذه الأمور المنتشرة في بلدانهم، الفساد المالي والإداري المستشري في بلدانهم حقيقة، إضافة إلى
المشاكل الاقتصادية. المهاجر اليوم من أكبر الهموم ومن أكبر الأمور التي يضعها في مخيلته أنه هجرته هي فقط للبحث عن مستقبل أفضل، لعيش كريم، للذهاب إلى مكان يعني يعامل بعدل، بأكثر إنسانية، بأكثر تسامح يعني. وهذا المثال اللي احنا نشوفه في الدول الأوروبية مثلا كبريطانيا، يعني رغم المصاعب اللي تواجهها دولة مثل بريطانيا بأمانة، يعني أقف احتراما لدولة مثلها باستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، بتوفير كثير من خلينا نقول سبل الراحة لهم في سبيل إيوائهم و يعني الحفاظ عليهم حقيقة. سيد علي استحكام، أظنك من اللهجة أنت عراقي صحيح؟ نعم. سيدي أنت هنا تحدثت عن ما يقال أو ما يرصد بشأن حالة الفساد في الدول الإفريقية التي تؤدي إلى ضعف الإمدادات والمعونات وحالة التنظيم كما تعيش أوروبا، ولكن ترى بأن الإرث الاستعماري الذي مارسته بريطانيا مثلا، مارسته فرنسا مثلا في هذه الدول، والذي ما زال أثره حتى هذا التوقيت، هو عامل مهم في هذه النقطة أو زاوية أخرى نستطيع أن نعتمدها بجانب زاويتك؟ شكرا جزيلا لحضرتك أخي، يعني ذكرت نقطة حقيقة أحب أن أقول أثلجت صدري للأمانة، لأنه لما ذكرت قبل قليل لحضرتك أنه دول الاتحاد الأوروبي جميعا يعني تقع على عاتقهم مسؤولية إنسانية، أخلاقية، قانونية، تاريخية حقيقة، هي من ضمنها هذه النقطة اللي ذكرتها الآن أستاذي الكريم. يعني هذه النقطة طبعا تعتبر عنصر أيضا أساسي، يعني نعتبرها عنصر أساسي يعني يحتم على هذه الدول استقبال اللاجئين والقيام ب على الأقل يعني توفير سبل راحة لهم أكثر لحمايتهم من هذه الأخطار التي تواجههم، سواء خطر الموت مثلا في دول أخرى أو عدم العدالة أو الفساد المالي والإداري الذي يواجهون في بلدانهم. إضافة إلى هذا، احنا دائما يعني دائما من النقاط اللي اعتقد بها شخصيا يعني من منظوري الشخصي، انه حل هذه المشكله، لنقل مثلا مشكله الهجره غير شرعيه، حلها يكون يعني يجب ان يكون جذري، والحل الجذري هو ليس فقط استقبال المهاجرين حقيقه في هذه الدول، وانما يعني نرى الكثير. اسمح لي حضرتك أن أذكر لك بعض الأمثلة. مثلا لما صارت الكثير من الاجتماعات مثل الاجتماعات اللي حصلت في الآونة الأخيرة، مثل اللي صارت في لوكسمبورغ ولا في روما مؤخرا بالآونة الأخيرة، يعني نصت على الكثير من الأمور التي يجب أن توضع والنقاط المهمة أيضا لحل مسألة الهجرة غير الشرعية. فمثلا يعني كانت من ضمن هذه الأمور هي تقديم المساعدات المالية، تمام، تقديم المساعدات المالية بما يسمى باستثمارات داخل هذه البلدان التي تعاني من المشاكل الاقتصادية للتقليل من مسألة الهجرة غير الشرعية. أيضا في نفس الوقت نرى بأنه كانت على رأس قائمة القرارات في اجتماع روما هو أنه التخطيط لمكافحة مافيات التهريب التي تستغل ظروف المهاجرين غير الشرعيين. بالتالي لم نلمس حقيقة أي تفعيل لأي من هذه القرارات. بالتالي يعني أعتقد بأنه الإقدام على الحلول الجذرية لهذه المسألة، أعتقد أنه هو يعني موضوع مهم أكثر مما أنه يتم فقط عقد الاجتماعات وتظل يعني حبر على ورق من دون أي تنفيذ، لأن المسألة ستظل مستمرة أستاذي الكريم. عظيم. أنا أعتذر هنا للمقاطعة، سامحني لضيق الوقت، لأنه لم يتبقى لي سوى تعليق لك سيد كرزان حميد على ما قيل في خلاصة القول. ماذا تريد أن تقول؟
يا سيد العزيز، احترامي لزميلي في لندن علي استحكاري، يعني هو يجامل السلطات البريطانية ويجامل بعض القوانين الأوروبية. ما تجري الآن من الهجرة غير الشرعية من دول شمال أفريقيا وأفريقيا والشرق الأوسط وحتى بعض البلدان الأوروبية، المسبب الرئيسي هو الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن مشاكله هو مشاكل عالمية، ولكن مشاكل الغير لا يهمها. الاتحاد الأوروبي بكل دوله وبأعضائه ومن ضمنها بريطانيا أيضا الذي كان ضمن الاتحاد الأوروبي والآن خرج، لا يتعامل وفق القوانين الدولية وفق قوانين الإنسانية. صنعوا مشاريع، صنعوا أوهام للدول العالم باسم حرية الإنسان وحقوق الإنسان والكثير من المعاني والشعارات البراقة. الآن نرى عشرات الزوارق الغير شرعية تغرق في وسط البحر المتوسط الأبيض، البحر الأبيض المتوسط، بدون أن تفعل شيئا. قامت للخروج من أزمتها الأخلاقية، خففت ميزانية منظمات الإنقاذ، منظمات التي تحاول إنقاذ المهاجرين غير شرعيين في وسط البحر، ومنعت وسجنت كثير من النشطاء الأوروبيين في دول كاليونان وإيطاليا وفرنسا. نعلم جيدا السفينة التي رصت في الأخير في فرنسا خلقت صراع سياسي ودبلوماسي بين فرنسا وألمانيا، وهناك خلاف بين فرنسي وبريطاني أيضا حول بحر مانش، عبور عشرات لا فرنسا تستطيع إيقافها ولا بريطانيا تستطيع إيقافها وإليهم. وبريطانيا وأكثر دليل على ذلك بنت سفينة بحرية لإرسال الطالبي لجوء إلى دولة أفريقية كرواندا. هذه كل المفاهيم التي خلقوها للبشرية حقوق الإنسان وحقوق لا علم شيئا. هناك مشكلة جوهرية عالمية اسمها الهجرة الغير شرعية. الهجرة لا يقص أوروبا أيضا، لكن أوروبا تنادي بأعلى صوتها أكثر من الدول الأخرى. عظيم. الآن أوروبا ليس بكلمة أخيرة، أوروبا ليس لديها أي مشكلة مالية يمكنها دفع مليارات الدولارات للدولة كتونس وليبيا من أجل وقف تدفق اللاجئين، لكن لا تستطيع أن تدفع مليونهات أقل من الأموال التي أرسلت للدول الأخرى. يمكنها وضع حل خطة ناجحة لاستثمار هذه اللاجئين. ذات النداء الذي تقدم به السيد علي استحكام في نهاية حديثه، أنا بعتذر للمقاطعة ولكن الوقت هنا حاكم. أنا بشكرك شكرا جزيلا من باريس السيد كرزان حميد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك سيدي على قبول الدعوة، وأشكر أيضا من لندن السيد علي استحكام الباحث في شهود الهجرة. ونؤجل الرد على هذا الحديث إلى مساحة حوارية قادمة سيد علي استحكام، شكرا لكم سادة. إذن هذه نقطة ختامنا مشاهدي الكرام في هذه المساحة من هذا المساء، على رأس الساعة القادمة قراءة إخبارية مفصلة. إلى هذا الحين وأبدا نستودعكم الله، إلى اللقاء.